معي للتعليق على ما يجري في الأراضي الليبية والدور الموبوء والمسموم للمخابرات القطرية والعبث القطري في الداخل الليبي، معي أستاذ خالد الترجمان رئيس مجموعة العمل الوطني الليبي. أهلا بك يا أستاذ خالد. أهلا بك أستاذ نشأت. يعني بداية أطلعني على الأجواء في ليبيا، يعني نريد أن نطمئن على الأجواء في ليبيا. دعني أقول لك أن الأجواء في ليبيا في منتهى الأمن والأمان، خاصة في شرق وجنوب البلاد. هذه المناطق التي تم السيطرة عليها من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة، ونشرت فيها سبل الأمن والأمان لكل المواطنين. دعني أحدثك عن الفرحة التي انتابت كل الليبيين، كما انتابت الأشقاء في مصر العربية، وهي الداعم الرئيسي لنا، وهي الجدار الأخير الذي التجأنا إليه في محاربتنا للإرهاب ولم تخذلنا. ربما هذا التنسيق الأمني على أعلى المستوى ما بين القيادتين نتجت عن خطة ستكشف عنها الأيام القادمة وبعد انتهاء هذه التحقيقات مع المدعو هشام عشماوي والذي سلم. سيد خالد، هل ترى انه نجاح الجهود المشتركة بين مصر وبين ليبيا والتنسيق الدائم بين القيادتين أدى إلى الإيقاع به وبغيره، هل هذا يمثل ضربة موجعة للمخابرات القطرية والتركية على الأراضي الليبية؟ نعم دون شك، وهذه كذلك رسالة هامة لكل من يدعي محاربته للإرهاب، رسالة هامة لكل من يقول بأنه مع الأمن والأمان وضد الإرهاب ضد المتطرفين. ما فعلته مثلا قطر في ليبيا كان هذا من أهم نتائجه، مثل هشام عشماوي ومثل سرور وغيره من الأسماء. كذلك هناك أسماء من بعض الدول الشقيقة مثل الجزائر وتونس وغيرها تم القبض عليهم وموجودين لدينا في السجون تحت سيطرة القوات المسلحة العربية الليبية. ولكن دعني أحدثك عن هذه العملية المميزة التي تمت خلال تحرير درنة. نحن نعلم أن درنة تحررت في أقل من شهرين، والتي كان يظن لها أنها ستستمر لسنوات طوال أكثر من حربنا في بنغازي، ولكن القيادة الحكيمة والقدرة على دفع كل المقاتلين من الوديان ومن الأماكن المحكمة في محيط درنة، ودرنة تتمتع بجبال وبوديان تحيطها من كل الأجانب من كل الجوانب، استطاعت القوات المسلحة أن تدفع هذه المجموعات إلى أن حاصرتها في نقطة لا تتعدى 500 متر مربع. هذه المنطقة تتميز بالكهوف وتتميز بالمغارات وتسمى المغار. كانت الخطط منذ البداية هي محاولة القبض على رؤوس ودون قتلها دون الانتهاء منها، وكانت الخطة الأساسية أخيرا هي في القبض على هشام عشماوي حيا. ربما التعطيل خلال الفترة الماضية كان لأنه عمل استخباراتي على أعلى مستوى، وكما قلت لك دون شك كان بالتفاهم والتناغم والتفاهم مع الأجهزة الأمنية المصرية في معرفة الكثير من التفاصيل، وبالتالي هذا قاد إلى أن يكون هشام عشماوي في اللحظة التي تم القبض عليها وكان يستعد لتفجير نفسه وجد أن هذه المتفجرات التي جهزها لنفسه لا تعمل. لماذا؟ هذه الأسرار وغيرها ستظهر من خلال التحقيقات، وربما لا أريد أن أسترق هذه التحقيقات، ولكن العمل الاستخباراتي الرائع والممنهج والصحيح أدى إلى أن يزرع داخل هذه الأماكن من يعمل لصالح الأجهزة الأمنية. خالد الترجمان رئيس مجموعة العمل الوطني الليبي، أنا بشكرك جدا.